مجلس عضو مجلس نواب ينتفض يثور ويقول مسلسلات رمضان التي تنفق عليها كل هذه الاموال تحطم القيم بتعلم الناس الجنس والفسق والفجور والرزيلة زي ما قال فضل. من حق النائب انه يختار الموضوع اللي يطرحه زي ما هو شايف، يمكن هو حاسس بوجود المشكله دي في الشارع بدرجه ما او بشكل ما، يعني انا مش حاطط نفسي مكانه. لكن انا عايز اتكلم على جزئيه مهمه جدا، فكره التعميم. احنا عندنا النهارده المجتمع المصري بيميل للتعميم، للتصنيف، لانه يحط كل حاجه في خانه واحده عشان يستريح وما يفكرش كتير. فانا لما اقول كلمه المسلسلات يبقى انا كده بتكلم على كل المسلسلات بالضروره، ولما اقول كلمه الافلام يبقى انا بتكلم على كل الافلام، ما بستثنيش اي حاجه. يعني النائب العضو المحترم ما قالش مثلا باستثناء اعمال الاطفال، ما قالش كده. فيبقى اي بقى التلفزيون بقى كله شرير، بقى كله وحش. انا اقصد اقول ايه مثلا، هو مش محتاج يعني بقول على سبيل المثال، مفيش اعمال اطفال. بقول على سبيل المثال، انا بقول على سبيل المثال في رمضان لما نتحدث عن المسلسلات ما فيش فيها اعمال اطفال. اعمال الاطفال بتقدم في شكل يعني كان في رمضان برضه زمان، مين دلوقتي اختفى يعني. حتى المسلسل التاريخي والمسلسل الديني وايضا ما يقدم للاطفال ده من ناحيه. فانا بس المسلسلات معظمها الان يعني يغلب عليه الطابع التجاري. يعني انا بلفت النظر ان ما نعممش، ادي واحد. اثنين، هو الطبع التجاري مش عيب، لان مش كل اللي بيجذب نظر المشاهد هو بالضروره خارج او سيء، بالعكس ممكن مسلسل معمول كده. طب احنا ليه ما اتكلمناش طيب على فكره؟ الاستاذ فاروق جويده مثلا كان معايا في حلقه وقال لي اتحداك يبقى في مسلسل بطله عالم او عالمه ولا نموذج. دايما هتلاقي العاهره او البلطجي، وحتى كتب مقالا يعني بالامس بطولة كتب مقالا بالامس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاهرام وحذر من ده وقال انا عارف المسلسلات يبدو انها هتتهم بنفس التهم. للاسف ده كلام مش مظبوط، وانه يخرج من واحد بالاهميه دي ده كلام غلط خالص. لان انا شخصيا عمري في حياتي ما عملت مسلسل بطوله رقاصه او ظابط، مش لان ده وحش او صح، ما عمرها ما حصل، عمري ما عملت كده. يعني انا دايما مسلسلاتي مثلا محمد عمل هو ضابط او مثلا او دكتور او صحفي او كده، ده البطوله عندي، مش لان انا مش لان ده احسن او يعني انا ما بشوفش حاجه. لما ناخد نماذج من المجتمع ونقدمها في شكل درامي، ده ايه الغلط فيه؟ يعني انا لما اجيب نائب مثلا في مجلس النواب كويس وبعت لزمايله رسائل فيها حاجات جنسيه وده حاجه واقعيه وبتحصل، لما انا اقدمه في التلفزيون، لما انا اقدم ده في مسلسل تلفزيوني، يبقى اللي بيسيء لسمعه مصر عضو مجلس النواب اللي عمل كده ولا المسلسل اللي عمل كده؟ يعني بالعقل. طب وليه ما تجيبش مثلا الموضوع بتاعنا بتاع القضيه بتاعت القمح؟ احنا ليه بنحاول دايما نظهر الجوانب السلبيه؟ ممتاز. ما احنا حضرتك احنا النهارده عايزين نقضي على المريض ولا على المرض؟ طبق الكلام ده عايزين نقضي على المرض، مش عايزين نقضي على المريض. انت بتتكلم على مسلسل فيه 1000 مشهد، لما بتجيب 3 مشاهد فيهم حاجات زي كده، يبقى انت ليه ما بتطبقش الكلام ده على نفسك؟ ما انا بطبقه. ليه ما بتقول المسلسلات كلها كذا في حين ان انت بتتكلم على مشهدين من مسلسل فيه 1000 مشهد؟ انا ما اتكلمتش على اشخاص معينين، ما انا ما بتكلمش على اشخاص برضه ولا على مسلسل بعينه، واخد بال حضرتك؟ ولا بتكلم على مسلسل بعينه، انا بتكلم على فكره التعميم بتكلم. والقولبه. هل النهارده حضرتك مقدم طلبات احاطه او طلب احاطه على مسلسلات انت ما شفتهاش؟ حضرتك مقدمها ليه؟ هو عارف انت عرفت ازاي اللي هيحصل في 40 مسلسل ده كل سنه يا محمد؟ ده حضرتك ما هي حضرتك قضيه كل سنه. حضرتك هو يعني مستشف ان شاء الله في رمضان اللي جاي هيحصل كذا وكذا وكذا، في بنوره سحريه في بنوره سحريه. هل خلع رمضان؟ الاعلانات بتاعتكم بسم الله ما شاء الله. هل خلع رمضان في اي عام؟ برضه حضرتك بتعمل ايه؟ احنا هنفترض ان السنه دي يمكن انا بتكلم النهارده كلنا المره الثانيه بنتكلم. بس يا حضرتك انا قصدت انت حاجه واحده هاجي لك في المجلس ده. يعني عفوا انا طبعا احنا مش عايزين نشخصن المواضيع، انا والله بتكلم على الموضوع على الموضوع عايزين نتكلم على موضوع الصور. هل النهارده حضرتك حضرتك رد على سؤالي. معلش اتفضل. رد على سؤالي. اتفضل. لما انا اطلع اقدم في مسلسل تلفزيوني عضو مجلس نواب بيبعت لزمايله مقاطع جنسيه، تمام، اللي بيسيء لسمعه مصر، المسلسل التلفزيوني ولا عضو مجلس النواب؟ حضرتك احنا دلوقتي اقول لحضرتك اتكلم يعني؟ اتفضل. شوف يا فندم، اولا انا ممكن اظهر جوانب حسنه، احنا في ظروف يا جماعه، واخد بال حضرتك؟ ما حضرتك تكتب. انا بقول لحضرتك انا ما قلتش انك بقول لك اللي بيسيء يعني سمعه مصر يعني ده ولا ده؟ الاثنين. انا مش هقول لك ان ده او ده، لا الاثنين بيسيء. هل النهارده حضرتك لما بتطلع
ان عضو مجلس الشعب بتاع مصر عمل الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه. ده حصل او اللي بقى يا فندم ما حضرتك ماشي الحال حصل. انا ما قلتش انا ما قلتش حضرتك صريح علينا ان نكتب ايه في المسلسلات ان الكلام ده ما حصلش يا استاذ. بس حضرتك النهارده حضرتك اقترح علينا نكتب ايه في المسلسلات؟ يعني ليه مجلس النواب ما يطلع لهماش كده مثلا منافسته دي الموضوعات المسموح لكتاب الدراما ان هم يكتبوها؟ لا اقول لحضرتك حاجه فين ايام اسامه انور عكاشة؟ الايام دي كان فيها فيلم فين فين اقول لحضرتك اتفرج على المسلسلات. كان في كل هات لي دلوقتي ليالي الحلميه واخد بال حضرتك هات لي محمود المصري واخد بال حضرتك هات لي محمود المصري افلام هادفه انا بحس حتى وانا قاعد بتعلم مسلسلات خلاص التلفزيون يا جماعه بيدخل دول يعني السينما انت بتنزل خلينا بس الوضع مختلف. طيب محمد بس عشان قبل ما انزل كان عندك تجربه محمد يعني حاله عيشك مثلا نموذج يعني انا احكي ده وانا مش مشخصن بس خليني اسالك بس تمام. البعض ممكن يقول يا جماعه مش مناسب في رمضان انه يبقى في بيت دعار وفي قواده والمسلسل حجم المشاهد اللي بتدور حول الدعاره والقواده لا 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 قليل جدا لا 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 انا اللي كاتب المسلسل قليل جدا انا شفت المسلسل قليل جدا لا مستحيل انت كاتبه لكن ممكن يكون ترجمه ممكن يتغير مثلا حاجات في رؤيه المخرج شايف المشهد ازاي بس كان لكن مثلا الاعداد والحاجات دي لا كان يعني فكره انه قواده اللي هي عملتها المطربه بوسي يعني هحكي لك ده بالظبط ودعاره وبتاع مع بتبقى ممزوجه بمشاهد بعض الناس هتقول ده مش ملائم في رمضان بالعكس انا هقول لك الموضوع لانه هو متناول بشكل مختلف تماما. الموضوع متناول ان بنت غلبانه جدا وفقيره اللي هي سهر الصايغ كويس جت من بلدها اضطروها ان هي تمتهن هذه المهنه ومسكوا عليها حاجات وبتاع. انا مع الجانب اللي حضرتك معاه واللي الاستاذ معاه مش مع الجانب بتاع الدعاره لكن انا عشان ابين ورطه البنت دي والازمه اللي هي فيها المفروض اعمل ايه؟ يعني هي بنت جت من فقيره من بلد فقيره استغلوها بالشكل ده. انا عملتها بشكل محترم جدا مفيش مشاهد خارجه مفيش الفاظ خارجه مفيش اي حاجه خارجه المفروض اعملها ازاي؟ انا عايز اقدم مشكله في المجتمع هقدمها ازاي؟ لا نسبيا يعني تتقدم لا كان في الفاظ لا ما كانش في استاذ موجود خلي الاعداد يطلعك اي حاجه بسيطه حاجه بسيطه, حاجة بسيطة فضل جدا, فضل جدا 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 اولا في جهاز اسمه جهاز الرقابه على المصنفات الفنيه ده رقم واحد المفروض هو اللي يعني لو في حاجه خارجه في مسلسل ما عجبتش الناس او خدش هو المفروض ما يكونش موجود مبدئيا المفروض بس ثانيه واحده فالمفروض هو اللي مش عايز حتى اي رقابه المفروض ما يبقاش موجود مبدئيا يبقى كل الدول المتحضره ما عندهاش الحاجات هم الرقابه على جهاز الرقابه على المصنفات بعض العرض الدول المتحضره الهيئه الوطنيه للاعلام بعض العرض بس يا استاذ لما تشوف المسلسل ده او الفيلم ده انها تحول هي الهيئه الاعلام قالوا ان احنا هنتابع المسلسلات لسه طيب. هنناقشه يعني بس في حاجه ثانيه احنا السنه ولا. احنا في 2017 في انترنت في كل حاجه متاحه مهما عملت رقابه مش هتمسكها طب انا المفروض بس بعد اذن حضرتك طيب. يبقى طلب عايز حضرتك تقول لي في مسلسل اجنبي اتفرجت عليه شفت واحد بيضرب واحد بس يا جماعه اتيح لي ضيوف يا استاذ سامي مسلسل اجنبي واحد بيضرب واحد يا جماعه